كان فعلا شعورا جيد وللشرف بهذا التكريم، وهو ما يزيدون إصرارا وعزيمة. أتمنى أن يوفقني الله لأصير مهندس دولة في المستقبل. هذا الحفل حقيقة يمثل ويعكس مدى تثمين الجزائر والدولة الجزائرية للعلم وأهله، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير للجزائر والجزائريين. إن شاء الله نكونوا من الجيل اللي ساهم في بناء جزائر جديدة ونستثمروا فيما يخص يعني في بناء البلاد. عن الطموحات التي أطمح إليها والتي بدورها ستستفيد منها الدولة الجزائرية به إن شاء الله بإدارة الأعمال المقاولاتية. بغض النظر على الصعوبات والاستثناءات بسبب جائحة كورونا، إلى أن النتائج كانت مرضية والحمد لله. فقط أنا ممتنة للدولة الجزائرية لما قدمت من عناية ورعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.